مرحبا. خلال سنة واحدة خسر لبنان ثلثي حجم اقتصاده ومداخيله، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدخل الوطني اللبناني انخفض من نحو 56 مليار دولار بالعام 2019 إلى نحو 18 مليار دولار بالعام 2020، وخسر معه مؤسساته وعمله ومستوى معيشته، أي أن العودة إلى ما كنا عليه اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا يتطلب سنوات طويلة. بظل هذه المؤشرات الاقتصادية الخطيرة، لازال الملف الحكومي يراوح مكانه، وهذا ما يهدد الاقتصاد اللبناني اللي انتقل من مرحلة الانهيار إلى الانعدام وعدم القدرة على الاستمرار إذا ما تم تدارك الأمر بسرعة قصوى من خلال السياسات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة العتيدة. للإضاءة على هالموضوع بينضم لنا الرئيس الفخري لخريجي هارفارد في لبنان الدكتور حبيب الزغبي. إذن دكتور، كيف تقرأ ما أشار إليه صندوق النقد الدولي من خسارة لبنان ثلثي حجم اقتصاده ومداخيله خلال سنة واحدة؟ يعني صندوق النقد الدولي عم يعطينا رقم، هو ما عم يترجم لي الرقم، واضح بيحكي عن نفسه. يعني نحن نزلنا كان عندنا تقريبا مليار دولار بالشهر إنتاج بلبنان، اليوم نزل هالمليار لحوالي 150 مليون دولار، يعني عم نخسر نحن بالجمعة حوالي 800 إلى 850 مليون دولار إنتاج بسبب سياساتنا الاقتصادية والمالية وبسبب انعدام الثقة بهذا البلد. يعني اليوم الحد الأجور الأدنى في لبنان نزل لل 50 دولار بالشهر، هيدا من أوطل بلدان بالعالم. نحن مدخولنا عدا عن الناتج القومي كان يفوت على البلد 9.5 مليار دولار من الأجانب، كانوا يحولونا على هذا البلد. اليوم نزل هذا لحوالي 6 مليار دولار السنة الماضية. نعم. دكتور الزغبي، في الاستثمارات المباشرة بسموهم direct investments، هيدا كان يجينا حوالي 4 مليار ونص، اليوم مش عم يجي فوق المليار. دكتور، ما هي الخطوات التي تجنب لبنان المزيد من الخسائر، وكم من الوقت يحتاج للعودة إلى ما كنا عليه قبل 2019؟ الخطوات أنا مش رح أقول لك تأليف حكومة، لأنه هيدي صارت فيها حكي فوق الزوم، فيها مش تأليف حكومة، تأليف حكومة اللي لازمة لهيدا الوضع، يعني حكومة تقدر تنقذ الوضع. ثانيا إصلاحات شاملة، بتبلش بإصلاح ملف الكهرباء. هذا تقريبا بدنا وقت دكتور، وقت تنرجع لقبل 2019. إذا نعمل هالبداية هاي بدك تقولي تنرجع بدنا 5 سنين. شكرا لك الرئيس الفخري لخريجي هارفارد في لبنان الدكتور حبيب الزغبي. إذن لا دخل للبناني يعول عليه ليستمر في ظل الأزمات المعيشية الخانقة. إلى النشرة.